السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم كريم جمال الدين من البرنامج الرياضي أخبار كريم، واللي هنتكلم فيه النهارده عن نجم كبير ساب ليفربول وراح لفريق بايرن ميونخ وبيحاول ان هو يحقق أرقام مميزة ليه مع فريق بايرن ميونخ كما فعلها مع فريق ليفربول. هو نجمنا السنغالي ساديو ماني اللي بيصبح رابع أفريقي يصل إلى 25 هدف في دوري أبطال أوروبا. خليكم معانا لغاية آخر الفيديو عشان تعرفوا إزاي وصل نجمنا لهذا الرقم. نجح السنغالي ساديو ماني لاعب بايرن ميونخ في الوصول إلى الهدف 25 أو أكتر بدوري أبطال أوروبا، وأصبح ماني رابع اللاعبين الأفارقة تسجيلا ل 25 هدفا في دوري أبطال أوروبا، ودخل اللاعب السنغالي القائمة بعد كل من محمد صلاح والنجم الإيفواري ديدييه دروجبا والنجم الكاميروني سامويل إيتو. وسجل ماني هدف في فوز بايرن ميونخ على فريق فيكتوريا بالزن بخمس أهداف مقابل لا شيء ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. رفع السنغالي رصيده ل 26 هدف في دوري أبطال أوروبا، وسجل ماني أول أهدافه في المسابقة بقميص بايرن ميونخ في ثالث لقاءاته مع الفريق في البطولة. وكان ماني قد سجل مع ليفربول 24 هدف في خمس مواسم لعبهم في دوري أبطال أوروبا بقميص ليفربول، وسجل إيتو 30 هدف في دوري الأبطال بالإضافة إلى 3 أهداف غير محتسبة في رصيده سجلهم في التصفيات المؤهلة للأدوار الرئيسية. أما دروجبا فسجل 44 هدف في منافسات دوري أبطال أوروبا مع تشيلسي ومارسيليا وجالاتا سارا، ونجح محمد صلاح في تسجيل 37 هدف في منافسات دوري أبطال أوروبا بقمصان كل من فريق بازل وروما وفريق ليفربول، كما لم يحتسب 4 أهداف كان قد سجله محمد صلاح في التصفيات المؤهلة للأدوار الرئيسية. وبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا النهاردة اللي كان بيتكلم على إن ماني أصبح رابع أفريقي يصل إلى 25 أو أكتر هدف في دوري أبطال أوروبا. بنتمنى التوفيق لساديو ماني في الفترة اللي جاية، وعنده مباريات صعبة جدا في كأس العالم بقطر 2022 مع فريق السنغال، ومباريات مهمة جدا مع فريق بايرن ميونخ في دوري الأبطال. مع تحياتي لكم جميعا، كريم جمال الدين.